اهلا عمي عادل. اهلا، كيفك براز؟ شريفك عير خير. كيفك عمي؟ الله يسلمك. اخ شو حزنت على اللي صار معك. بشرفي حزنت من جوات قلبي. انا امبارح شفت فيلم هندي، صار معه نفس اللي صار معه. لازم تنتقي، بس البطل تبعه مو كرمة لك، راح حرق عيلة الضابط كلها. مشان هيك لازم تروح تحرق نفسه لهالقرد عامي. وإذا بدك الفيلم بعيرك يا اسمه انتقام الأفاعي. ليك بلعز الله يخليك، ضايق الدنيا بوجهي وما لقيت حالي غير صرت عندك هنا، فأبدي تفتح لي هالسيري إذا بتري. طيب خلص بلو، خلص انقع لك كاسة متي. أنا بشرفي عم بحكي تخفف عنا. وعمي بس تضيق فيك الدنيا تعال عندي تعاوقي. خلص آخ يا أبو العز، مخنوق والله مخنوق. طول بالك ولو بتنحل إن شاء الله. الناس كلها معرضة للذل، وهنت منك أول واحد بتمسح كرامته بالأرض وبصير مثل الجحيش، ما يشنهق مثل الجحيش قدام العالم كله من كتر القتل. بسيطة يعني عادي. هلأ أنا كنت مشاهنيك. مو قصدي، قصدي إنه أي واحد يعني معرض لهذا الموضوع، يعني أي واحد بيتمرجع للأم ضابط، بيجي الضابط بعدين بيسلخوا قتلي قدام العالم، بيربي وبيمسح فيه الأرض طول عمره، هذا هو قصدي. هلأ هذا طلع معه؟ والله الحقيقة لازم تنقى. هنت بتعرف حالك في صعون وحقك فرنك بالموني طبعاً، بتقوم بتتمرجل بتتمطوط قدام العالم مثل سعيدين، وهبدك تتبهدل. بلش طلب بالعز، لو ما كانوا عساكروا معه كنت مسحت الأرض فيه. ولك أرض شو يا زلمي؟ ما أحكي عن علاقتك مع أم عامر وأبو خليل. معقولة يتموا الناس ساعة يفكوا وما لحتوا ولا ضربي ولك ضربي وحدي بس حتى يقولوا عنك العالم زلمي؟ سيدي بس تضيق فيك الدنيا تعال اشرب متي. العمى شو حاله هذا؟ من فوق انه ما نخفف عنه. شو هالجيل هذا العمى؟